التغذية اليوم مسمعتنا مسمعينا الكرام غادي نتكلموا على الجهاز الهضمي والقولون. القولون يعني اللي كتصيبوا عدة أمراض بسبب سوء التغذية. كيفاش يمكن لنا نحافظوا على القولون ديالنا وعلى الصحة ديال القولون ديالنا باش ما نطيحوش في هذه المشاكل الصحية وهذا الأمراض؟ مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة فدوى بالوك الأخصائية في التغذية وفي الحمية. دكتورة فدوى بالوك صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير الأخت حنان وانتم اللي شكرا. أنا دائما جد سعيدة نكون معكم ونبختجوا هذه المعلومات مع المستمعين الكرام اللي كنت منتهم يكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. شكرا لك دكتورة فدوى. نحن أسعد دائما يعني مشاركتك معنا لهذه النصائح القيمة في مجال التغذية. إذا اليوم كنتكلموا على القولون، كنعرفوا دكتورة فدوى أن يعني العديد منا كيعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بصفة عامة وفي القولون، وكنعرفوا بأن السبب وراء هذه الأمراض العديدة والمتنوعة هو سوء التغذية والطريقة والنظام الغذائي ديالنا اللي كيكون في الغالب كنعمموش غير صحي. إذن كيف اليوم بغينا نتعرفوا معك دكتورة فدوى على أولا، هل صحيح أن الأمراض ديال القولون السبب ديالها الرئيسي هو التغذية وسوء التغذية؟ نعم، اللي خصنا نعرفوا أول حاجة هو القولون راه عضو مهم في الجسم ديال الإنسان، وحنا كنعتبروه لو دوزيام سيرفو يعني العقل الثاني ديال الجسم. وبالتالي فاش كتصيب يعني كتصيبوا بعض الأمراض أو كيكون مثلا الإنسان عنده واحد ليطا دو ستريس أو لا عنده مثلا واحد لا سيتياسيون اللي تبدلات عليه أو لا تبدل مثلا غير إذا كان عنده غير في النوم مثلا ضد ساعات النوم ديالو كيأثر هذا الشيء على القولون. خصنا نعرفوا بأنه راه الانتران ماشي دائما غادي تأثر مثلا غير بالماكلة، راه عنده علاقة أيضا حتى بنظام العيش حتى بطريقة يعني ديال الصحة النفسية كذلك والصحة النفسية وعنده علاقة شخصه بالساعة البيولوجية ديال الجسم، هذيك لوغ بيولوجيك ديالنا اللي في كل جسم كاينة واللي هي اللي كترتب لنا الإفرازات الداخلية، هي اللي كترتب لنا ساعات يعني النوم وساعات الاستيقاظ ديال الجسم، هي اللي كترتب لينا الهضم ايضا يعني على حسب الساعات ديال الوجبات، هي اللي كترتب لينا ايضا التسكي ميتابوليك يعني اندوكرينيا، يعني هو عنده واحد العلاقه كبيره مع هذه الساعه. وبالتالي فاش هذه الساعه كيكون فيها واحد الخلل اولا يعني الساعات مثلا ديال الوجبات ما كيبقاوش اللي تحترموا اللي كيولي الانسان كياكل وقت ما لقاو صافي مثلا ما كيبقاش ينعس مزيان ولا ما كيحافظش على الساعات ديال النوم ديالو، ما كيمارش مثلا رياضه، ما كيكونش عنده واحد النظام ديال العيش اللي هو منتظم وفيه فوالا. كيتاثر بيان سور القولون اول حاجه، هو الاول عضو كيتاثر لانه كيؤدي لان يعني هذيك الساعه كتخربق وبالتالي جميع الافرازات اللي كيتبعوها فوالا يعني هي كتخربق. وبالتالي خصنا نعرفوا دائما بانه كيف قلت القولون كيتاثر بهاد العوامل الخارجيه عاد بيان سور بسوء التغذيه. فاش كنهضر على سوء التغذيه ماشي انني ما كناكلش او لا كان مثلا كنقص في الكميه، فاش كنهضروا على سوء التغذيه هي في لا كاليتي يعني في الكيفيه ديال التغذيه اشكون غادي فوالا النوعيه والجوده وبزاف ديال الامور. ثاني نقطه مهمه اللي خصنا نكلو عليها في القولون هي هذيك البكتيريا الصديقه واللي هي لي ميكروبيوت فوالا. هاد الميكروبيوت هو حتى هو بحال نقولوا هو داك الجدار اللي كيحمي لنا داك القولون واللي كيدي انه كيكون عندنا واحد الجهاز مناعي
كيقدر يقاوم، كيقدر يقاوم يعني لو ستريس، كيقدر يقاوم قلة النعاس، كيقدر يقاوم بعض البكتيريا اللي ممكن تدخل لينا عن طريق الجهاز الهضمي، واللي مثلا ما ديرش لينا مشاكل، نعم يعني ما ديرش لينا مثلا اون دياغي، ولا ما ديرش لينا امساك. مشاكل مثلا فوالا كونستيباسيون، ولا تقدر دير لينا حتى مشاكل ديال الهضم اكسيتيرا. نعم دونك القولون عنده علاقة كبيرة أيضا بالغدة الدرقية، نعم خصوصا عند النساء، وكنلاحظوها بزاف. يعني الناس اللي كيكون عندهم مثلا خمول في خمول في الغدة الغدة الدرقية الدرقية. فوالا، كيتأثر القولون ديالهم أول حاجة، وكيولي عندهم خمول أيضا في العمل ديال القولون. نفس الحاجة الناس اللي كيكون عندهم هذيك الغدة الدرقية نشيطة نشيطة. بزاف، كتأدي أنهم أول من بين الأعراض اللي كنعرفوا بهم هي هذيك لا دياري وقلة النعاس اللي كتكون باينة عندهم، واللي ما كيقدروش يعني يلقاو ليها الحل. أشنا هو السبب ديالها، وراه حتى كنمشيو نديرو يعني تحاليل الغدة. أيضا القولون عنده علاقة بالبشرة، يعني إذا كان القولون ديالنا في صحة جيدة البشرة البشرة ديالنا ديالنا كتكون كتكون في صحة جيدة. عنده علاقة أيضا بالامتصاص، الامتصاص ديال الفيتامينات والأملاح المعدنية، وخصوصا الامتصاص، لأن الامتصاص كيدوز يعني في الأمعاء الصغيرة، ولكن حتى القولون عنده دور مهم أنه كيصفي لنا، يعني كيصفي لنا الحاجات المزيانه اللي بغاها الجسم كيستافد منها، والحاجات اللي ما غاديش يستافد منها يستفد الجسم منها. واللي خصنا نتخلصوا منها. نعم وبالتالي القولون راه كيلعب واحد الدور مهم جدا. نشوف مثلا البشره ديالي عندي مشاكل مثلا ديال مثلا بعض الحبوب، او لا الحبوب. مثلا بعض الندبات، او لا البشره ديالي مثلا ولا اللون تعبانه ديال باين البشرة عليها، واللون ديال كيتغير. البشره ديالي ماشي مزيان، نعرفوا بانه ما نمشيوش غير عند مثلا طبيب اخصائي ديال البشره، نشوفوا الداخل نمشيو شنو كاين. نقلبوا حتى فوالا. دايوغ الاغلبيه ديال الاطباء ديال الجلد كينصحوا انه الانسان يدير تحاليل ويحسن في النظام الغذائي ديالو والنظام العيش ديالو نعم الا بغى البشره ديالو تكون احسن. نعم نفس الحاجه كيف قلت بالنسبه للامتصاص، فماشي دائما فيتامينات ما عندناش، او لا بعض الاملاح المعدنيه ما كايناش في الجسم، تقدر تكون كاينه ولكن ما كدوش للدوره الدمويه. نعم ايضا مثلا كاين بعض الاضطرابات او لا بعض التسممات اللي كتجينا بسبب القبض مثلا، نعم باش كيكون القولون ديالنا فيه عندنا القبض، والقبض اللي هو كرونيك يعني ما كيحيدش مزمن. مده طويله ولا مزمن، هذاك القبض كيؤدي الى ان الانسان كيولي بحال كيعاود يخزن هذوك السموم ما السموم كيتخلصش منها. اللي في فوالا اللي في القولون ديالو، كيبدا كيعاود كي يعني كيستافد منهم وكيعاود فيهم الامتصاص، وبالتالي كيؤدي لان الدم ديال الانسان في هذه الحاله كيولي فيه بزاف ديال لي ديشي. وثاني حاجه كيولي يعني بحال نقولهم غير مفيد، يعني ما نعم فيهش مواد مفيده بالنسبه للجسم ديال هذاك الانسان، كيحس بالعياء، كيبدا يحس يعني باضطرابات هرمونيه، نعم كيحس ايضا باضطرابات في المزاج، كيبدا يعني يعاني من تساقط الشعر. يعني الابحاث بينت بانه مثلا تساقط الشعر عنده علاقه كبيره بالامتصاص وبالحاله ديال القولون. القولون. نعم لو ستريس او قله النوم ممكن انها هي تاثر لنا، او لو بيس دي خصائص اذا كان عندنا مثلا قبض مزمن راه كياثر لنا ايضا على الحاله ديال النفسيه ديالنا، القول. وبالتالي نعم كنضطربوا في النوم. دونك القولون عضو مهم 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 جدا. مهم جدا، ماشي غير في التغذيه كيف قلت، في بزاف ديال لي فونكسيون الاساسيين في الجسم ديال الانسان. وبالتالي باش نعرفوا واش عندنا مشكل ولا ما عندناش مشكل، ضروري من التشخيص. كيف كنقول دائما التشخيص، نعم ضروري، ماشي غير باليه مثلا كرشي من الفخان نقول راه واقيلا المسمران اللي ضرني، حيت القولون فاش كيبدا يضر ماشي غير خصو يضرك مره ولا جوج، ولا يعني كيف هضرت دابا كيكون حالات مزمنه، مزمنة. يعني نعم وكيكون داك الاضطراب اللي هو متكرر مهم. على واحد المده طويله، وعاد كيبدا يبان لنا يعني الاعراض ديال هاد الاضطراب. كيف قلت بعض الحالات ما كنردوا البال كاع، من محال نقولوا راه النصران هو السبب، ولكن في اغلبيه الاحيان النصران كيكون هو السبب، وخصنا ضروري نردوا ليه البال، نعم وبالتالي ضروري التشخيص كيف قلت
نديروا تحاليل، نديروا ديكسوكوغرافي، نمشيو عند اخصائيين اللي يقدروا يعطيونا بالضبط اشنو واقع في يعني في القولون في ديالنا. القولون ديالنا. اذا كنعانيو القبض، راه القبض ضروري خصنا نعالجوه، ولكن نعالجوه من الجذور ديالو، ماشي نعالجوه مثلا ببعض المكملات الغذائيه ولا ببعض الادويه اللي غادي يعاونونا اننا نتخلصوا منه مده اسبوع او اسبوعين ويعاود يرجع لينا نفس الحاله. نعم القبض راه مشكل يعني كبير، الانسان ما خصوش يتهاون به. اون فوا يكون عندك القبض وخصوصا يكون مزمن، كنلاحظها بزاف عند الاطفال. دابا الاطفال ما كيردوش البال نعم وكيوليو يعانيو بحالة ديال القبض وزياده في الوزن، لان القبض حتى هو كيقدر يؤدي زياده في الوزن نعم والضرر كبير انتفاخ في القولون. البطن. نعم اكزاكتومون. دونك ما كيردوش البال لهذه المساله، حتى من بعد كندور شفت وكنبداو نسولو، كنلقاو بان الطفل فعلا كيعاني بالقبض ولكن ما جا عادي، يعني ما ردش البال. نعم دائما خصنا نسولو يعني الاطفال ديالنا، نحاولوا نديرو التشخيص في الوقت المناسب ديالو باش نعاونو اننا نمتصو الحاجات اللي حنايا فريمون مستافدين منها، بغينا نستافدو منها، والحاجات اللي ما عندناش بها غرض نورمالمون القولون ديالنا هو كيتخلص منها. ما نساوش لو ميكروبيوت اللي هي ديك البكتيريا الصديقه، راه خصنا نحاولوا اننا دائما نعتمدوا عليها ونربيوها، لانها يعني مهمه جدا. ففاش كنربيوها وكنهتموا بها، اول حاجه كنديروا هي اننا كنقوي المناعه ديالنا وديال الجسم ديالنا، نعم يعني كتولي ماشي اي حاجه كليناها كضرنا. الجهاز الهضمي ديالنا كيولي يعني اكثر صلابه، كنوليو يعني كنستافدوا اكثر من المكونات اللي كناكلو، ما كاينش الانتفاخ، كيحيد لنا الانتفاخ، كيعاونوا على ان الجهاز الهضمي كله كيحس بواحد الراحه، الانسان كيبدا يحس بواحد الارتياح. واكثر حاجه مهمه لاننا كنستافدوا، نعم. يعني كنستافدوا من الشيء اللي كناكلو، كنولي وكنتفاداو الزياده في الوزن او لا سوء التغذيه، كنتفاداو نقصان في بعض الفيتامينات والاملاح المعدنيه، كنوليو نتفاداو يعني ان الانسان البكتيريا النافعة دكتورة فدوى نعم كي كنحافظوا عليها نعم من كنحافظوا عليها. خلال اول حاجه تغذية سليمة. نعم التغذية السليمة أول حاجة، خصوصا الأغذية اللي كتكون كتحتوي على ألياف كتنمي هذه البكتيريا، والأغذية اللي كتكون مخمرة بحال مثلا مشتقات الحليب اللي كتكون طبيعية ومخمرة، أو مثلا الخضار اللي كتكون مخمرة، أو مثلا بحال دابا كل ما هي حبوب كاملة أيضا، خصوصا اللي بالخميرة البلدية إذا كان عندنا الإمكانية أننا نديروها، اللي كيهرسوا هذه البكتيريا الصديقة هو كل ما هو سكريات، كل ما هو يعني مقليات في الزيت، نعم. وكل ما هو مواد صناعية، لأن هي كتستهلك هذوك البكتيريا باش كتهضم وباش يعني كتستهلك في الجسم، وبالتالي كتهرس لنا هذيك لا باغيير يعني نقولوا اللي كتكون الحاجز. حافظه فوالا، وبالتالي كتدينا انه الجمصران ديالنا كيولي رهيف، اي نعم. حاجه كليناها كتولي تضر، اي حاجه ما نقياش مثلا قبل فيها كليناها مثلا في شي بلاصه ما عرفناش اكسيتيرا، تتاثر علينا بزاف الى فريمون تسمم كبير، اي حاجه مثلا ما طيبش مزيان اكسيتيرا، ولا فيها واحد الكميه ديال الزيوت او لا، كتولي حتى هي كتاثر علينا يعني كتأدي للإنسان يعني كيمرض، كيبدا يحس بحرقة، كيبدا يحس نعم. بمشاكل في الهضم، عسر الهضم إتسيتيرا. دونك هادو لي ميكروبيوت ضروري أننا نربيوهم نحافظو عليهم. كيجيونا أيضا حتى بالحركة، يعني أون فوا كتكون عندنا حركة، واللي الحركة اللي كتكون منتظمة منتظمة نعم. المشران ديالنا حتى هو كينتظم، ما كنقولش انه يعني بالضبط ان الانسان يكون كيدير واحد الرياضة ويمارس يعني حاجة مجهود اللي هو بدني اللي هو انتنس. لا، خصنا نعرفوا بانه كل خطوه مشينا راه كندوروا العجله ديال المفران ديالنا. نعم. ولاحظوها بالنسبه للناس اللي عندهم القبض، كنصحهم اول حاجه بالماء، يشربوا كميه كبيره ديال الماء، وبالمشي، لان المشي كل ما تمشينا كل ما كندوروا هذاك العجله ديال المفران، وبالتالي كنعاونوا في هذوك لي موفمون بيريستالتيك اللي هما لي موفمون اللي كيعاونوا اللي كيكونوا في المفران، واللي كيعاونوا في اننا كيخرجوا لنا هذوك السموم ودوك الترانزيت. نعم اكزاكتومون. وبالتالي المشي او الحركه هي العلاج الاساسي ديال المسران، يعني اي واحد كيعاني بمشاكل ديال المسران خصو يولي عنده واحد الحركه منتظمه، وكتولي حركه منتظمه ويعني يشرب بيان سور الماء مزيان، يكون عنده واحد النظام غذائي سليم. باش كنقول سليم،
فوالا متوازن، يكون يعني نقص في السكريات، ولكن اكثر حاجه يكون يعني غني بالمواد الطبيعيه، فواكه طبيعيه، نعم. فواكه جافه ايضا، حبوب كامله كيف قلت. نقصوا اكثر حاجه غير من سكريات الدهنيات سكريات الدنيا. ومقليات الزيت، وبعض الانواع ديال اللحوم كيقدروا حتى هما ياثروا لنا على المفرط، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم مثلا اون انتوليرونس لبعض الانواع ديال الاكل، الحساسية لبعض كتلقاهم الأنواع. حساسيه فوالا، او لا غير عدم تقبل، يعني كتلقاهم شي حوايج ما كيتقبلوهمش لهم المصران ديالهم، بحال مثلا بعض الفواكه بحال الليمون، بحال الفواكه اللي نعم، كيكونوا مثلا كاين ناس كيحسوا كياكلوا انهم الليمون كيسبب لهم انتفاخ بالفعل. نعم. كيسبب انتفاخ اكزاكتومون، نعرفوا بانه هذاك يعني المصران ديالهم ما ما كيتقبلش هذوك كيتقبلوش. المكونات اللي في هذيك نحاولوا الماده، او نبتعدوا لا عليها. فوالا، او لا كلاو منها واحد كميه كبيره حتى ولات كتاثر عليهم وكتضرهم، نعم. دونك خصنا من بعد يصاوبوا الميكروبيوت ديالهم ويخدموا على المصران ديالهم، عادي يوليو ياكلوا هذوك الاطعمه من بعد، نورمالمون ما كيبقاوش يضرهم كيف ما كانوا كيضرهم قبل. في الأول. نعم دكتورة فدوى بلوك، أخصائية في التغذية وفي الحمية، شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمة وعلى تلبيتك للدعوة، وإلى فرصة قادمة بحول الله.